السلام عليكم خوتي اخواتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده. الان كنتواجدوا في واحد المكان اللي تاريخي بطبيعه الحال، اللي تبنى في 1930. في ذاك الوقت هذاك اللي بناه ميشيل جونفي، بناه باش يدير فيه يعني مصنع للخمور بطبيعه الحال، وكان داير فيه هنا مصنع للخمور هنا في مدينه بركان قبل الحمايه الفرنسيه بطبيعه الحال. هنايا في هذا المكان غادي نوريكم هذه المنطقه هذه اللي كتواجد في مدينه بركان بطبيعه الحال، وكاين الناس اللي بزاف ديال اصحاب ابناء مدينه بركان اللي ما كيعرفوش هذا المكان هذا. غادي نستكشفوا المكان وغادي نوريكم بعض المآثر التاريخيه هنايا بطبيعه الحال، هنايا اللي متواجده في مدينه بركان. المكان اللي كندور فيه انا دابا كيحكي واحد التاريخ طويل بزاف. منذ 1930 تبنى داك المصنع ديال الخمر، وكاين هنايا حوالي زوج او ثلاثه ديال الابار اللي كانوا كيشربوا فيهم هنايا الفرنسيين. كيحكي واحد التاريخ طويل بزاف كما كتشوف هنا هو الاسم. ذاك الوقت هذاك 1930 يمكن جميعهم توفوا. 1930 حتى الان راه مده طويله يقولها غيرهم. كما كتشوفوا هذا هو المكان، يحكي واحد التاريخ طويل بزاف. نخليكم خوتي مع الفيديو. معرفتش واش كاين هنايا لتحت، اللي كيمتد على تقريبا 10 امتار. معرفتش واش كاين شي سيترنا هنا لتحت ولا كاين شي حاجه اللي كما كتشوفوا هي غارقه بزاف. انا ما اظن كاين واحد السيترنا هنايا لتحت. مصنع كبير بزاف كيمتد على حتى 30 متر او اكثر وقيله ديال الطول.